السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في يوم جديد ومغامرة جديدة في لعبة ذا مست. أول شيء شكرا على دعمكم يا شباب في المقاطع الماضية أو الحلقة الأخيرة اللي نزلتها عن هذه اللعبة. للأمانة التفاعل صدمني، قلت اللعبة هذه ما بيكون عليها أي دعم وكانت مجرد تجربة حلقة واحدة، ولكن الكومنتات اللي جتني للأمانة شيء رهيب، اشكركم عليه واكيد راح تشوفونه في الشاشه. فوالله كلمه شكر ما توفيكم حقكم. النصايح الحين استفدت منكم شغلات كثير. اول شغله بخصوص السياره، بما ان عندي السياره عندي البواجي والمكينه والبطاريه واربع تواير وبترول، كذا بيمديني شو اسمه سوق الموتر. طبعا بتكون عندنا حموله نقدر نروح المدن وكذا ونجيب لنا اغراض. لو تلاحظون في تحسن بشكل كبير عن المره الاخيره. غير كذا انا يوم وصلت في هذا المكان كان في انفجار، سمعنا انفجار، ان شاء الله انه ينعاد نفسه، لان برضه كتبتوا لي في الكومنتات ان هذا يكون في ايفنت، حتى لو تفتح الماب فيه برضه ماب. حاليا ما اعرف وين انا، بس المهم اني على الشارع العام. لو ضغطت على كورنت لوكيشن او الموقع الحالي يقول لي نوت اناف بنسل، يعني لازم نجيب اقلام عشان نقدر نحدد مكاننا. طيب اخر مره وين رحنا؟ محاولني اروح الاتجاه الثاني. اي تعال تعال. والله انا عرفت وين رحنا. هذا النكبه عرفتوه، هذا اللي نكبني في البدايه. طيب هنا في بيت ما لوته، اتذكر اني كنت ندمان بغيت الوته، فهذه فرصه ثانيه جتني بما ان راح نكمل في هذه السلسله. الستكس والشغلات هذه بحاول اني اسحب عليها قدر الامكان، لان صراحه الشغلات اللي يمديك تاخذها جدا قليله. والشنطه هذه برضه في الكومنتات يقولون لي لازم تحصل الشنط عشان تقدر تطور الشنطه. جاردن جلوفز، ايوه سمعتوا. طيب خلينا نلوت المكان، الله يرحم والديك. هو بهذا الاتجاه بس ثواني. طيب خلينا اسريع بس نشوف ايش عندنا هنا. هذا وشو؟ كارت ويل. يا شباب احس انه مهم جدا هذا الكارت ويل. طيب الاسلحه ممكن انزلها تحت بحيث اني استفيد من المساحات. امسكها بيدي، عاد كيف يمسك هذا كله بيده ما ادري. شوكليت بار. طيب الجاردن جلوفز، الجاردن جلوفز اتوقع وين شخصيتي؟ جير. ايوه وشلون هنا لابس وهنا مفسخ ما ادري. المهم انه عندي جلوفز، الجلوفز هذا هو. حلو حلو، الحين لاعبي مع لابس الجلوفز، عرفنا شلون نلبسه. هنا راق. طيب اتوقع كذا كفايه. شوفوا كيف هي مركز تبين الجلوفز الحين. يا سلام، حلو التطويرات في الشخصيه تشوفها على حبه حبه. طيب خلينا نلحق على الحادث. والله ما ادري اذا الحادث له فتره معينه. كونكريت باج وات، طورته. حلو حلو. كونكريت بلوك وات يا بشمهندس، جيت اللعبه الغلط. كان فروت، شيل هذا الكان فروت يا اخي. اللعبه ما تدري وش تشل وش تخلي. المنشار ارميه، المنشار وش راح استفيد منه؟ يا ساتر، هذا المزرعه والله مهمه كثير. هذا كونكريت باج اكيد، لا جاردن سويل. اوكي اللعبه يا شباب فيها زراعه، زي ما كنا نجيب في ستراند ديب البوتيتو ونزرعه ونصير نتغذى عليه، كنا نجيب فواكه من جزر ثانيه وكذا. ستون، جميل جميل جدا. طيب المزرعه عرفنا ان فيها الجاردن سويل والسواليف الزراعه، فراح اترك فيها هذه الاغراض. عطنا واحد سبير كرافت فور يور سيلف، يكون دفاع عن النفس فيه ممتاز. طيب هذا البيت ما شفته. هلا هلا بالساطور. الاكس يا شباب، والله ما ادري اضحي بايش، اضحي بالمطرقه. ناخذ الساطور. جين وات. اللبسه جنز. حلو الجير، استر نفسك. يا سلام شوف الكشخه، خلنا نشوف يا بالحلال. يا اخي يا شباب لو فيه منظور ثالث والله. طيب هنا في كتب تايم تو داي، يا ساتر. طيب واخيرا يا شباب قررت اني اروح اشوف الايفنت اللي صار او الحادث. لو تلاحظون مكتوب هنا when hearing something unusual press the event location button to check the location of a random event not enough pencil. المهم ان الصوت كان من هنا، احتاج اقلام كثير. عاد الاقلام من وين؟ يعني اقدر احدد مكاني واقدر احدد مكان الايفنت اللي صار. ايش الايفنت اللي الحين صار؟ ما اعرفش. الضباب، الضباب لا يجيني وانا هنا. ساعة كم الضباب يجي؟ اذا كذا برجع والله المزرعة على السريع. اوكي اسمع صوت دجاج، انا بشايف شيء، احس ان الضباب مرة قريب. ايه شوفها شوفها شوفها، هلا بعشاي هلا. يجيني الزومبي تعشى علي انا بعد. تكفى لا تنحاشين تكفى. وات كرافت؟ كاني قريت كرافت؟ ايوه ركب بسرعه، ارمي اي شيء. خلنا ناكل توميتو صوص بسرعه بسرعه. الضباب جاء بسرعه. يا نكبه النكبه، ثقيل دم. اوه شت 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 شت. تكفى 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 تكفى. اوه ماي جاد كلهم حواليني. شيت شفتوه؟ الله ينكب الصوت هذا. افتح افتح افتح. اوف
الحمد لله في سرير هنا، بس ان شاء الله انه ما يمديهم يرقون. ورك بنش في لوت الطيب. اوكي هنا في ادراج، حلو حلو، يمديني ازبن اغراضي المهمه هنا وارجع لهذا المكان. المكان هذا ما بيضيع ان شاء الله. صوت خرشه الزبده. لو معي سنايبر. الحلو في الموضوع ان الزومبي معاهم لوت. اوف معي رصاص واجب بس ما عندي اسلحه. حلو، ماذا قفازات سوداء نلبسها ولا البيضه؟ حصلت شيرت حلو يا شباب، بذب اغراضي كلها هنا. اوه تشيكن. برضو اهم نصيحه جتني صراحه، سيف كل شوي، لان الحين احنا نغامر نلعب في نسخه الفا، فاي لحظه ممكن انك تقلش. يا ريت معي اسلحه سنايبر ولا اي شيء، انزل شويه اكشن كذا. خلنا نلبس التيشيرت والتشيكن هذا، لعل وعسى اعرف اطبخه ولا اسوي فيه شيء. هارفست. اوه ما يمديني اكله. تول نوت فاوند. وش تبغى التول دام السالفه كذا؟ ما يمديني اكلها، بسوي لها دروب. الورك بنش هذا يا شباب وشو؟ اوكي يعطيني اصنع الاسلحه، ابجريد وركشوب او اطور الاسلحه. واد في ام 4 في اللعبه، هانتنج رايفل يا لبيه. توني اتمنى سنايبر والاسهم. حلو يمديني اخيط ملابس، احتاج ادوات الخياطه والراق. ادوات الخياطه ثلاثه. طيب هل هذا بيفيدني في الحراره والشمس؟ غالبا ايه. والبوتس نفس الشيء. وليذر، احتاج ليذر اللي هو الجلد. ايش يهمني؟ ايوه هذا سكرو درايفر بيفيدني كثير. والباكت، الباكت هذا مهم. الباكت هذا يا شباب تذكرون يوم رحت البحيره اخر مره ما قدرت اشيلها منها ماي، فلازم اشيل اجيب هذا. والغاز كان برضه مثل سكراب، احتاج الحين اجمع. طيب راح اخلي هذا البيس المؤقت حاليا، خلنا ننام. ما ادري يمكن ياخذ 6 ساعات. الساعه 5 العصر الحين، 6 ساعات شكلي نمت بزياده. نكمل نجيب اللوت هنا، نخليه البيس المؤقت هنا. الشاشه مقبشه عندي لان الثيرست مثل ما تلاحظون. فاير وود. وات هذا كله كان يمديني اشله؟ ما تسحب عليه والله. الحين عطنا الباكت هذا. كرافت يور سيلف، ممكن اسوي لها اساين اذا كان معي احد انقذته من الايفنتات مثل الحوادث ولا شيء. الدنيا حمرت. اوكي وين السطل؟ اوكي السطل معي. الحين اعبيه واجيبه، ولازم تكون عندي ماكينه تنقي المياه اللي اجيبها من النهر. المشكله انا رحال الحين بتحرك كثير، يعني ما بطور البيس وكذا واحط مباني. شوفوا مثلا الماي وتر هذا هو، هذا اللي اتكلم عليه. تحتاج باكت عشان تصنعه، وباكت عشان تجيب الماي اللي يهي. طيب لا يكون بس يحتاج جنريتر عشان كهرباء ويشتغل، هذه كارثه صراحه. لازم الوت على السريع يا شباب، رغم انه بيكون ليل، لكن ليل مش مشكله، الضباب المشكله. فاعذروني اذا قطعت اللقطات او كانت مش واضحه. ونعطيها سيف، توكل على الله. وش كان الفلاش؟ ايوه اتمنى انه ما في زومبي. كان لمحته احد والله. هلو والله انه فيه فيه. وشلون في زومبي؟ المشكله ما في شمس، يعني بيمديهم يطلعون. ايهي علينا والله، ما في اي شيء برا، لازم اني اقتلهم صراحه. انا شايف واحد. اوه لا والله اثنين. اوه لازم احط الدجاج بكبره هنا. لا حول. سمول انيمال ميت هارفست بياخذ ساعه. انا بدل انام اسوي لي شغله زي كذا وتمشي الوقت اساسا. اوكي الحين سمول انيمال ميت باكله وهو ني. دجاجه واحده وهي نيه، وش اسوي؟ على بال ما يجي الصباح، الساعه 5 الفجر. عندي كان فروت نسيته. المعلبات هذه نخليها الوقت بدل ضايع، لان المعلبات جاني كومنت يقول لي شو اسمه شغلات الاكلات الثانيه تخرب. بس انا ودي اسس صح موضوع الاكل والماي. الزومبي ما بيطلعون في الشمس. الحين وضع شمس، تعالوا لي. ممكن اداعبهم كذا. شمس يا ولد، شمس يخرب بيتك شمس. ها رجع رجع رجع، الله يخرب بيته رجع. خل نصقع صقعه كذا، ما في الا كذا والله. يحترق يحترق، شوف يدمج. ما في سلاح يا شباب، وش سوي؟ اوكي عرفنا المسافة الكلب. عرفتوا حركة توم جيري هذا يوم القط يلاعب الكلب ويعرف مسافة الربطة؟ شو جا؟ اوف لاعبي ما صار يضرب، ربنا مسخرتهم، خلاص هيبتهم راحت. اقسم برب الكعبة ان لاعبي ما يركض ولا يضرب. محاولة ثانية بحضور الشمس. وربي معناه يا اخي من غير سلاح معناه. اخرتها بوتل
والمشكله ولا اقدر اعبيه ماي من البحيره ولا في اي شيء في هذا المكان سيريسلي. طيب تدرون يا شباب انا هذا التور حقي بطلع الجسر. اوه غزال، اوكي السنايبر متى بتجيني؟ طبعا غزال لو الاحقه لين بكره ما راح اجيبه. خلينا نشوف التور هذا وش فيه، ماذا تحمل لنا من رزق. اوكي نبتدي باليمين. هلا بشبة الضوء، سمعت صوت زومبي هناك. الله يكرمكم خنزير، وانا على بالي. هذا وش هو؟ 2 و5 كنستر، ما ادري وش الكنستر، اتوقع شيء قابل للاشتعال يعني بيفيدنا في موضوع الطبخ. بطاريات بير اوف باتري، بس ما هو باتري حق السيارة اكيد. ايوه على بالي سلاح، طلع سكين جنبه رصاص. نفس الشيء كنستر، حلو. بيف كان، حلو. هاي كواليتي ميتال سكراب. وش ذا؟ جن بودر. احس شغلات متقدمة كثير في اللعبة. مقص سيزر، بوز هذا بالخمرة. فيشينج لاين، حلو. الاكل والجوع بلشة، بداية اللعبة يهرب بشكل ما تصورون، بسرعة يجوع اللاعب ويتعب. شلتر كوماند، اقدر اخليه شلتر رئيسي. هولي شيت، افسحنا. طيب طريقي هناك يا عزيز الدب. جاني صداع، والله جاني صداع، جاني صداع اقسم بالله. وينك انت؟ وينك ابغى اشوفك يا اخي. خوفي يطلع لي جلتش ويدخلني من الشباك هذا، اقسم بالله يا شباب لا احذف ابو اللعبه. على الدرج هنا، هذا هو. الله ينكبك، الله يخرشك يا اخي. اذرف اذرف اذرف، خلنا نكمل الحلقه على خير، يرحم والديك. دب هذا يا شباب، دب يعني عشان اقتله لازم رشاشين. وش السوات الحين؟ انزل تكفى، يرحم والدك، انزل حبيبي حبيبي، انزل تكفى حبيبي. الو يا قلبي، وش يا عيوني يا بعد حي تكفى. او قلش، توقعون قلش؟ الله يسعد امك، سيف الله يسعد ام الايرلي اكسس وجلتشاته. بير جاي براس البير، ايش على بالكم انتوا؟ خاف من بير انا؟ ها؟ هذا نسوي له قراب، والله يا معنا ذبيحه نجلس نقطعها. نسكر الباب هنا، حطه يا ولد، سكر الباب هنا. 0.7 راسه، 6.3 جسمه لحم، لدرجه انه ما يمديني اخذه هذا كله. هذا تدرون يا شباب لازم اشله مع البيس والله. ايوه هذا المكان والجسر. اتوقع نفس نظام ستراند ديب، انه المفروض اني ما اقطعه لين ما اجهز موضوع الطبخ وافهم سالفته، فهذا اللي راح اسويه ان شاء الله. طلع فوق غرفه النوم. الورك بنش هذا تقريبا نقدر نسوي كل شيء فيه، ستيك ومسامير والليذر، نجيب الجلد ونحولها الى الليذر هذا الملفلف. والماتش، الماتش هذا مهم جدا، اول شيء بسويه عشان اولع فيه الكام فاير. الكروبار هذا مهم، لو تلاحظون كل شيء يحتاج كومبوننت وسكراب متل، فيبيلي الوت صراحه اكثر وارجع لهذا المكان. تكفى يدب، خلك مكانك. طيب من هذا المنبر يمدينا نشوف مدينه ممكن او شيء. اوكي تشوفون هناك يا شباب في شيء، فاتوقع الاغراض كلها احتاجها بروح هناك بجيبها. اوكي اسمع صوت زومبي داخل. هلا بالعيال. اوه شمس 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 شمس، الله ينكبك شمس. طيب نعطيها خط توم جيري، وين الخط حقهم؟ اوكي هذا الخط. اوه تضربه يكمل. اوكي هذا المنطقة الدائرية، الله ينكب ابو جدك. هو واحد بس؟ لا واحد ثاني داخل. موت الله ينكبك. علق لاعبي تكفى. لا سويت لود جيم يا شباب، اقسم بالله الدب اختفى. لا حول ولا قوة الا بالله. يا قبنتي يا قبنتي، مع اني والله متأكد اني سيفت بعد ما قتلت الدب.
طيب يا شباب، افتكيت منهم معاهم ملح، والثاني شاركل البيت. وين هذا يخص؟ اوه خلنا نلوت يا رحم امك، خلنا نلوت. طيب تعال 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 يا رب انها تضبط هنا. ايوه حياك الله وبياك، ويلكم ويلكم. تعال 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 يا بعد حي، تعال. ما وصل المشكله، خوفي ينزل. ايوه ارفع ارفع راسك، ارفع راسك، معليه معليش. يلا يا بابا يلا، ما طعت تموت. موت يا رجل موت موت، اذيتنا. اوه ايه اوه ايه، مدري ليش الزومبي فيهم، بس لانه زابن مش لانه المكان فيه لوت وكذا. فالمكان اذا كان ملغم باندت ممكن، ايه ممكن تحصل لوت قوي حرفيا. والله يا شباب فريت المكان، ما في غير الحلو هذا طلعنا فيه. لاعبي صار ما يركض بسبب العطش. اوه تعال معي هذا البتاع، اشرب اشرب الشرب، خله يودع. ظاهر انه بيسطل. وات ثيرست، ما زال صفر. سمعت خطوات يا الربع، معقول يهجمون علي؟ ولا يتهيأ لي بسبب الشرب اللي شربته قبل شوي؟ الظاهر انه يتهيأ لي. طيب الساعة 9، المفروض 9 الصباح، بس ليش كذا الدنيا حسيتها ظلمت؟ اوه الضباب 9:30 تقريبا، ضباب الساعة 10 يا شباب. اذا كذا الوضع بشل الدب وبقصقصه فوق، بشل السكراب اللي اقدر عليه، وخلنا نشرب من البحر بسرعة. شوف الغزال، انسيف ووتر، اشرب يا رجال. ووتر باكيت ممكن اعبيه، ايوه الكام فروت هذا معي ممكن اعبيه. الله ينكبهم. طلعوا طلعوا الزومبي، طلعوا الزومبي، طلعوا الزومبي، طلعوا. تكفى ما يجيبني، انا مت يا شباب، انا مت انا مت انا انا افتح. يا اخي اقسم بالله يا اخي رشاد اللعبة، اتوقع انهم يعلقون هنا تحت. اي والله يعلقون هنا يا شباب، ما فيني يعني ما في فايدة من الموضوع. خلينا نقطع الدب اول شيء، في النهاية ما عنده شيء يستاهل يعني، عرفت؟ خلينا نقطع الراس اقل شيء. طلع لي 1.5 كيلو، ياخذ ساعتين ساعتين وخلص هذا. فود بويزنينج اتوقع بسبب الماي اللي شربته، مش بسبب اني اكلت. الحمد لله الزومبي ما ياكل الدجاج. طيب لو قصيت، احتاج برانش. اوكي حلوه الافكتات، ابي اشوف الشجر ايش طلع منه. الله لا افكت رهيب صراحه. اوكي هذا كله فاير وود او لوجز، ويعطيني تري بريك. ويا سلام هذا البرانش اللي احتاجه، واوراق الشجر، كوفي. اوكي مخصصين الشغلات هنا. جريل ستيك او ستيك، ايش يحتاج؟ 5 متل. اوكي هذا اللي احتاجه فوق الكام فاير. ويحتاج همر، وشت الهمر رميته في المزرعه. يا ليل مطولك، ما اتجاه جيت انا. لا هذا مكان جديد هذا، ولا المزرعه هذه؟ معقول المزرعه قريبه كذا؟ اوه كنيسه، هذه مزرعه ثانيه. يا اخي يبيلك تحفظ. كونكريت باق هنا كثير مره. حلو السكراب اللي يحتاجه. تاير، وات عرفتوا هالمكينة هذه يا شباب؟ تقص الشجر سريع سريع. نبدله بدال الرمح، خلينا نبدأ نقص فيه الزومبي. اتوقع يحتاج فيول، ايوه شوف على اليمين يحتاج فيول. وربي فله التاير هذا يا شباب، لازم نحفظ اماكنهم. الموتر هذا ما في له شيء، هنا ممكن نسوي لنا مزارع بعدين، نعيد ترميم هذا المكان. اوه هنا احتاج الماسك، شوف المنطقة هذه احتاج الماسك. ايش الماسك كان؟ تي اتوقع. ايه تلاحظون الاكسجين تحت على اليمين. وات ذا هيل، كورن سيد ساك، حلو. هذا الزراعة هذا، وش ارمي؟ اوه شوف سطل تحصله كذا ببلاش، ما يحتاج تسوي له صناعة. ماتش، سبحان الله هذا الماتش اللي احتاجه، ويمدينا نطلع فوق بعد. اوه وات، الاكسجين خلص ولا ايش؟ الظاهر اي والله خلص الاكسجين. طيب ايه يبانا ندور على ماسك ثاني الحين، في مكان هنا يمدينا نشوفه. نتحمل نتحمل ايرلي اكسس نتحمل. لا مش معقوله، اقسم بالله مش معقوله يا شباب، السلاح ما لقيته. يا غبنتي غبنا، يا غبنتي غبنا. كيف يختلف اللوت؟ كيف يختلف اللوت فهمني؟ والتاير مكانه يعني، هذاك بالغلط يعني جاني ولا كيف؟ اوكي في بير،
تقدر تسوي اي شيء فيه، مسكر بعد. غلطتي بعد اني كنت لابس الماسك وانا فوق ما في هذا، فخلصت الاكسجين على الفاضي. اوه حصلت لي، حلو الشبل هذا بيفيدنا في الزراعة اكيد. جميل حصلت لي ايبا كذا، امورنا كافية. بس ودي اشوف والله وش اللي موجود فوق. جميل. اوه شوف وين زابن هذا، اكيد معه شيء. وات منظار السلاح ورصاص شو اسمه الاخضر هذا حق المفور. ايش هذا؟ توميتو سيد. يا سلام عندي الحين كورن سيد ساك، وعندي هذا يعني نظام الزراعه والشافل بعد. وات يا شباب الكنيسه هذه وراها مدينه ببجي اقسم بالله. وترين كان هو هذا للزراعه. اوكي تسقي فيه الزرع، يعني كل ما يتعلق بالزرع هنا. افكر اخلي كل ما يتعلق بالزراعه في هذا المكان. مشكلة السيارة هذه ما فيها مكان تخزين. أو في رصاص يا أخي. اللوت يتعب والله، اللوت يتعب يا شباب. أنا بروح أشوف البيت هذا لأني غالبا راح أخليه البيس حقي قدام المدينة بالضبط، وجنبي مزرعة بتكون للزراعات. خلاص وش أبي؟ مصدر مياه، وفي مصدر مياه قدامي. جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النظرة الأولى على بيتنا. أولى وشاشة ضبط البي سي، ضبط لك مقاطع. اوكي لا عجبني البيت والله عجبني البيت، بس النواف الظاهر انها بلشة. وهنا المطبخ، ممكن احط الكام فاير والسواليف هذه مع انها ضيقة شوي معلش هالتقطيع يا شباب. والطابق الثاني يا سلام السرير الملكي، يعني شوية زحمة البيت صراحة بس ممكن نضبطه. صراحة انا اتمنى ان الكنبة والسواليف هذه كلها فاضية المساحة، يصير الواحد يرتب بيته وهو مرتاح. برمي لوتي حاليا، بيت المزرعة بسميه. المشكلة كل شوية الربع بتتنقل. هذا الرصاص والايم، شو اسمه هذا المنظار كله هنا. اوه هذا لا جبت لك اكرمكم الله كلب مخاوي الكلب. ولا اجيب لي ذيب اربيه اروضه واصير مخاوي الذيب مو مخاوي. هنا رصاص الاكل حاليا معي، ودي ارمي كل شيء. يا اخي شنطة لازم. اول شيء اجيب لي شنطة اوسع المكان هذا. الشيء الثاني ادور بيت استقر فيه وسيارة بعد، يعني من السيارات اللي يمديني اصلحها. والشغلة الثالثة بعدين احط المياه والاكل والمصادر الثابتة عشان لا احط مصانع في مكان وانا راح انتقل منه. فهذا شيء اتوقع هذه اكبر مدينة ممكن في الماب لو تلاحظون شكلها. لا والله فيه مستحيل هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. اتوقع انها هذه المدينة اللي جاية بالشكل الطولي. اي بالضبط، وهنا الكنيسة اللي هو المبنى اللي منعزل عنها هذه الكنيسة. ما في اي مدينة بشكل طولي ثانية. خلنا اروح اجيب الاغراض هذه كلها واجيبها هنا البيت. وداعا ايها البيت المرتفع، مع انه صراحة الورك بنش هذا اذا ما حصلت، يعني لازم البيت اللي اختاره استقر فيه لازم يكون فيه الورك بنش. غير كذا نقل الاغراض مثل ما تشوفون رايح جاي يحتاج موتر، فباذن الله اني اطلع بموتر من هذاك المكان، والتاير الاول ما انسى مكانه. فسهولة التنقل شيء جدا مهم صراحة، يعني انتم ممكن ما تلاحظون هذا الشيء مع الادت عرفت، لكن بالنسبة لي انا كلاعب شيء متعب. يعني الاغراض هذه روحة وجاية مرتين يبيلي ولا ثلاث. هنا جميع انواع الرصاص، رصة فوق مع السكوب الجميل اللي الله يعلم متى راح استخدمه. فهذه خطتنا يا شباب الحلقة الجاية بإذن الله، أن نفر هذه المدينة كلها، نوسع الشنطة ونجيب موتر يصير سهل نتنقل، وبعدين نستقر في مكان واحد نحط فيه الأغراض، الطباخة وش اسمه ذا تصفية المياه. في نهر قريب منا أو بحيرة في هذه المنطقة. متحمس والله متحمس لروة الموتر والكنيسة والسواليف هذه كلها. فبإذن الله يا شباب راح نستقر في أحد هذه البيوت. ادعمونا باللايك للمزيد من هذه السلسلة. استمرار السلاسل دائما يعتمد على دعمكم، ونراكم على خير. شكرا من تسبين القناة، وشكرا موصول لكل من دعم هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.